استكشف من الاستاذه سحر، يعني هل فعلا في ضغوط، هل في مقاومه لهذا القرار التاريخي يا استاذه سحر؟ هو لازم في مقاومة وفي ضغوط، ولا زال في ناس يقولوا انه ده شيء عكس، يعني ضد الشرع، والصحيح انه ما هو ضد الشرع ابدا، لانه في الشرع ربنا ساوى بين الرجل والمرأة في كل شيء. المرأة البالغة العاقلة لها حق تمارس كل حقوقها بدون اي استثناء، وحتى يعني بالنسبة للسواقة نفس الشيء، كانوا النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل المواصلات اللي هي الوقت، اللي هي الحصين والجمال. فإحنا دحين ما عندنا حصين وجمال، عندنا سيارات، وعندنا كابتن طيارة اوريدي، يعني بتقود طيارة. فيعني مو معقول واحدة تطير في السماء وناس في الأرض ما هم قادرين يسوقوا. بس يعني طبعا المفاجأة كانت جدا لنا كلنا، مع إن إحنا كنا متوقعين إنها تيجي، بس ما توقعنا إنه هي جاية الآن. يعني ما إحنا عارفين حتيجي، يعني كانت مفاجأة جميلة جدا. طيب انتوا بتقولوا انها مفاجأة، يعني طيب ليه مفاجأة؟ يعني في الاحتفال بالعيد الوطني تم السماح للسيدات والفتيات بدخول استاد الملك فهد، يعني وفي سابقة لم تحدث من قبل يعني. صحيح، هو ابتدت الإصلاحات من فترة، من وقت ما توجه إن شاء الله صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدأت الظواهر تبان، انه في رؤيه 2030 ابتدت تبان توضح للناس. يعني في ناس كثير الى امس كانوا بيقولوا ما في امل من الرؤيه، انا اقول لهم لا، انا مره متفائله من الرؤيه، في كثير حاجات حتتغير، الا هو في الليل جاء القرار حق السواقه. بس يعني برضو يعني كانت مفاجاه، لانه ما احنا متوقعين، احنا عارفين انها جايه، بس الفرحه انها تيجي كده مفاجاه كانت ما حدا توقعها ابدا. يعني البلد كلها طايرة، وكل واحد يبغى يبتدي يشوف سيارة، ويبغى يستعجل يعمل الرخصة، وطبعا أخذ الموضوع 9 شهور تقريبا عشان يبتدي الرخص وكده.